العالم بان افريقيا بالرغم انها اقل القارات تاثيرا على موضوع التغيرات المناخيه بنسبه لا تتجاوز 4%، ولكن هي واحده من اكثر المناطق تعرضا وتضررا من التبعات السلبيه لموضوع التغيرات المناخيه. فعشان كده اعتقد هذا المؤتمر وتنظيمه في قاره افريقيا فرصه ان كل دول افريقيا انها ترسل يعني رسائل واضحه لكل العالم باحتياج افريقيا لدعم كبير جدا في خلال المرحله القادمه للتعامل مع التغيرات المناخيه. انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن مره اخرى يعني احنا كنا حريصين كل الحرص كحكومه مصريه ان المنطقه الخضراء تصمم باعلى مستوى، وعلى فكره هي مصممه بشكل زهره اللوتس اللي بترمز طبعا للحضاره المصريه القديمه، ويعني كل المساحات اللي هتبقى موجوده الاجنده بتاعتها ما شاء الله كلها يعني مشغوله على مدار ايام القمه، بحيث نضمن افضل تواجد واكثر يعني مشاركه على اعلى مستوى من كل المنظمات الغير رسميه. مره اخرى تمنياتي لحضراتكم جميعا بكل التوفيق والنجاح في هذه القمه، وان احنا نخرج فعلا بنتائج يشعر بيها المواطن على مستوى العالم ان فعلا الدول ابتدت تتحرك للتعامل مع هذه القضيه المحوريه. بشكر حضراتكم.